بالاخر لايش تتحول لما ماسك للارض ما بتوصلش، لانه هذا حتوصل. مشهد لباس العيد في اول ايامه، هذا رسمان لباس اصبح بين الركام بعدما كان ينتظر من يشتريه. حسرة وألم تنتاب هذا التاجر الفلسطيني بعدما حولت صواريخ الاحتلال آماله ومصدر رزقه إلى دمار واسع جراء استهداف هذه المنطقة التجارية بغزة، وقضت على أحد أهم مظاهر العيد. مع الأسف كان استعدادنا بتفاؤل أنه نعوض جزء من المخاسر السابقة، وإجت الأمور عكسية، يعني الديون تراكمت علينا هيك والتزامات زادت، بالإضافة لدمار المحلات هذه بدها عشرات الآلاف الدولارات. عيد يتزامن والتصعيد العسكري يدخل يومه الثالث بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، شهداء يشيعون والحزن والدموع في عيون الأقرباء، وبيوت وبنايات سكنية سويت بالأرض لتتذكر هذه العائلات أوقاتا وذكريات جميلة قضتها هنا وكانت تستعد لاستقبال العيد. ليس بالغريب عليه أن يرتكب مثل هذه المجازر الوحشية بحق الأطفال والنساء والرجال والشباب والمواطنين الأبرياء الآمنين في منازلهم وفي بيوتهم. تصعيد متواصل مع ازدياد في أعداد الشهداء، إذ وصلت لأكثر من 60 شهيدا وما يزيد عن 300 جريح. استهداف البنايات السكنية وتدمير المقرات الأمنية يعني دخول هذا التصعيد مرحلة جديدة نحو توسيعه واستمراره، والذي اشتد في أول أيام العيد وفي ظل جهود تبذل من قبل الوسطاء لعودة الهدوء. شعب يوسف، قناة النهار، غزة، فلسطين.